السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميغا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الفكرة بسيطة كيفاش ندخلوا الخضر في الاكل الدولي ديالنا، خصوصا هاد الحرارة هادي او في السخانة ما كيبقاوش ولادنا يبغيو ياكلوا الخضر، فنحاولوا نعطيوها لهم هكذا في السندويتشات اللي كيبغيوها بلا ما نضغطوا عليهم ونعصبوهم ونعصبوا راسنا، كيف كيقول المثل الحيلة احسن من العار. فهكذا ندخلوا لهم دائما الخضر في الاشياء اللي كيبغيوها هما. فكنتمنى ان شاء الله ترحبوا بالفكره وتعجبكم الوصفه. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم تعليق ومشاركه الوصفه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. فكيف كتشوفوا هنا فوق النار وضعت واحد الكميه صدر الدجاج اللي قطعتها هكذا بشكل طولي، ماشي صغارين بزاف ونفس الوقت ماشي كبارين، مع واحد المجموعه الفلافل الالوان هكذا صفراء حمراء خضراء، واحد الحبه ديال البصل، كلشي قطعته بشرائح هكذا طوليه. كيف كتشوفوا هنا الفلافل عندي مجمدين، ممكن تستعملوا الفلفله الطريه وغادي نشحرهم في زيت الزيتون. اكيد كنعرفوا زيت الزيتون كيعطي الاكل ديالنا واحد القيمه غذائيه كبيره. نضيف عليهم الملح وغادي نشحرهم شويه. يمكن تضيفوا اي نوع ديال الخضر بغيتوها، فحال الجزر، القرع الاخضر، القرع الاحمر، اللي بغيتوا غادي تضيفوا هنايا بلا ما غادي يحسوا بهم. وغادي نبدا نضيف عليهم هنا التوابل. بالنسبه للتوابل اللي كنستعمل انا باش كنغطي النكهه هكذا ديال الخضر ما كتبانش، غادي نعطيها نخليها لكم بالتدقيق في صندوق الوصف، وانا هنا غادي نعطيها لكم هكذا بالتدريج. غادي نستعمل واحد شويه بودره الثوم، اذا ما كانت متوفره ممكن تستعملوا جوج فصوص الثومه هكذا بحجم متوسط وتحكوهم. غنستعمل ايضا راس معلقه بودره البصل، واخا استعملت البصل هنا ممكن تستغناو عليها اذا بغيتوا، ولكن انا كيف قلت لكم غير باش كنغطي نكهات هكذا ديال الخضر والفلافل، اي حاجه ضفتها باش تغطى النكهه ديالها. غنضيف هنا شويه ديال الفلفل الاسود، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، الخرقوم البردي البلدي عفوا طبيعة الحال، وملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر الحلو. غادي نضيف نصف معلقه ديال القزبره اليابسه، مهمه في الاكل اللي بحال هكذا اللي كيكون فيه الخضر بزاف باش كتغطي كيف قلت لكم النكهات. ما كانتش متوفره ممكن تستغناو عليها، ممكن تضيفوا اي حاجه. هنا ضفت ملعقه صغيره ديال السكينجبر وملعقه صغيره ديال صلصه الموطاد، وغادي نشحر هادشي كامل. كيف قلت لكم يمكن تضيفوا التوابل اللي بغيتوا، انا عطيتكم هذه مجرد فكره هكذا كنشاركها معكم، عطيتكم بالضبط انا التوابل اللي كنستعمل. فغادي نشحر هذا الشيء كامل على نار اللي غادي تكون متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف باش الخضر والدجاج ديالي ما يطلقوش الماء ديالهم وينشفوا، يبقاو محافظين على الماء ديالهم ويبقاو هكذا طريين. غادي نخليهم هكذا حتى يطيبوا ويدخلهم الطياب، وغادي نمشي نقلي فريت. بالنسبه للفريت او البطاطس المقليه كيف كتشوفوا كاملين كنعرفوا نقشروها ونقطعوها هكذا بشكل طولي، وغادي نخليها تقلى في الزيت. الدجاج ديالي كنظن ها هو طاب، والفلافل ها هما ما خليتهمش ينزلوا بزاف حتى دابوا. انا كنبغي هاد الخضر يبقاو هكذا كيف كنقولوا يعني الدنتي او لا كروستيون، المهم يبقاو هكذا يبقاو واقفين، ما يعني ماشي يدوبوا، ما راه ما كتبقى فيهم حتى شي نكهه. وغادي نحتاج الخبز الساندويتش هكذا، هذا ديال التاكوس او الشاورما اي نوع بغيتوه غادي تستعملوه. ممكن تعملوا هذا الساندويتش هذا حتى في يعني في ساندويتشات خبز اللي هو طويل. وغادي نحتاج الصلصات، الصلصات اي نوع الصلصه. هنا عندي كيف كتشوفوا هذه الجيريان تقريبا، هنا تسلات فيها غير شويه، وهذه الصلصه هذه طغطغ. هاد الصلصه هادي صراحه غزاله، اذا كنتو ما جربتوها شي جربوها غتعجبكم بزاف. فيها الكورنيشون، فيها الجلبان، فيها حبه هكذا الجلبان اللي كيكونوا بعض المرات صحاحين، وكنعرفوا ان الجلبانات هي مهمه للوليدات. وغادي نحتاج هنا الجبن ديال الساندويتش او هكذا اللي كيكون شرائح مربعات صافي. وغادي نبدا نحضر الساندويتش ديالي. بالنسبه لاول واحد هو اللي غادي نوضع فيه هاد الصوص الجيريان، لان باقي فيها غير شويه، غادي نحضر منه واحد فقط. الصوص هادي الجيريان صراحه كتكون مطلوبه عند الوليدات الصغار وكيعجبوه كتعجبهم بزاف عليها، كتسالى دغيا ماشي بحال الصلصات اخرين. اذا ما بغيتوش تستعملوا هذه الجاهزه ممكن تحضروها، كيف قلت لكم كاينه في القناه، نخلي لكم الرابط ديالها لتحت هكذا، حتى الورق ديال او خبز التاكوس غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت. اذا ما بغيتوش تستعملوا هذا الجاهز تحضروه في البيت، راه كاين في القناه هو وصوص الجيريان. غادي نوضع الجبن ديال الساندويتش هكذا، غادي نوضع حبه ونصف في كل واحد.
كافية. وغادي نوضع هكذا كيف كتشوفوا الحشوة. فالخضر ما كتبانش تماما مع الصلصات مع الفريت، غير الفريت واحد الحاجة ما نخليوش الفريت ديالنا يتقلى مزيان حتى يتكرمل هكذا يعني وينشف، نخليوه هكذا شوية طري باش كيتعلق مع هذاك لي صوص وما كيفطنوش بالخضر الوليدات. يعني هما في بالهم انهم كياكلوا تاكوس ما فيه حتى حاجه، عادي دجاج او كفته مع الفريت ولا الصوص والجبن، ولكن هو فيه الخضر. صافي، وهنا كيف كتشوفوا وضعت طغطغ وضعت هكذا شويه الكاتشب. بالنسبه للصلصات كتستعملوا اللي بغيتوا باش كنكهوا بهم اي حاجه بغيتوها كتستعملوها. غمسح غير شويه هذا الشيء وغادي نطوي. كيف كتشوفوا انا غادي نطوي، غادي نجمع هادو الجنبات التحتيين هما اللوالة، وعاد غادي نتني الجنبات. غادي نتني هاد الطويه هادي صراحه كتجي غزاله، كنتني فوق لي صوص كتشرب هذيك الجهه، عاد كنفتحها هكذا وكنتني اخرى ونلصق فوق منها الوجه الاول هكذا كتلصق بسهوله اذا بغيتوا تعملوا هاد الطريقه ديال الطي هادي. ما بغيتوش شي كطويو عادي هذا الساندويتش ديالكم. كيف كتشوفوا هذا الخبز بغيت نوريكم بان كاينه واحد الجهه اللي كتكون شويه محمره وواحد الجهه اللي ما كتكونش محمره. هذه اللي ماشي محمره هي اللي كنستعملها لداخل انا، وكنخلي اخرى اللي كيكون فيها بحال الفقاعات كنخليها برا. بالنسبه للثاني فغادي نستعمل فيه لي صوص عاديين، اذا ما كانتش صلصه صوص الجيريه كنستعمل كيفاش كتشوفوا المايونيز والكاتشب. غادي نضيف عليهم شويه ديال الهريسه الحاره، وممكن اذا بغيتوا تحكوا عليها واحد شويه البصيله اذا ما كانوش متواجدين عندكم لي صوص هكذا ماشي دائما كيكونوا. فالمايونيز الكاتشب مع شويه الحر مع واحد الحكه صغيره البصله او بودره البصل كاع اذا بغيتوا، صافي. وكنخلطوهم هكذا تقريبا كتعطينا النكهه ديالها بحال صوص الجيري. وكنوضع الجبن ديالي عادي، انا هنا كيف كتشوفوا فتحته هكذا اذا بغيتوا تقسموه. وغادي نوضع الحشوه، كيجي غزال صراحه هذا الساندويتش هذا التاكوس وبالخضر كيجي منكه وكيجي غني بزاف بزاف. فهذه فكره هكذا، حيت بزاف الاخوات تشكاو هكذا، واحد جوج الاخوات ماشي بزاف اللي تشكاو بغاو هكذا اطباق اللي يكونوا فيهم الخضر نعطيوهم للوليدات ولكن بلا ما نبقاو نضغطوا عليهم. فهذه فكره او حيله هكذا باش نعطيو لوليداتنا الخضر في الاشياء اللي كيبغيوها. فوضعت الفريت كيف كتشوفوا، غادي نوضع فيه واحد النصف هكذا ديال الترونش ديال الجبن، وغادي نوضع هنايا طغطاغ. غزاله هاد الصلصه هذه، اذا ما جربتوها شي جربوها. صافي، مع المايونيز. علاش قلت لكم هكذا الفريت يبقى خضر؟ كيف غتشوفوا من بعد الساندويتش ديالي من داخل كيفاش غادي يجي معلق مع لي صوص، حتى الفريت تقريبا ما كيبانش. وغادي نجمع هكذا بهذا الشكل، نجمعهم وما نطويه عاديه، ونسخنهم يا اما في بانينوس يا اما نسخنهم غير في المقله. ماشي ضروري، كاينه بزاف الاخوات اللي ما عندهم شي هذاك اله البانيني، فنسخنهم هكذا عادي ونقدمهم لوليداتنا هكذا. كيف كتشوفوا كيجي رائع، تاكوس بحيله ذكيه. كيف كتشوفوا الفلافل انا بداو خارجين لي هنا، وكيجي المذاق ديالو غزال مع التوابل اللي عطيتكم ما كيبانش تماما النكهه ديال الخضر، فقط غير لي صوص الفريت والدجاج. فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره ديالو وتعجبكم الوصفه ديال اليوم، بسيطه جدا 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 وكتجي بصراحه رائعه. فكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم تعليق باش كتشجعوني وتدعموني، وشاركوا هكذا الفيديو او الوصفه مع الاهل والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده، لان كل شيء عنده مشكل مع الوليدات مع وليداته بخصوص الخضر. واشتركوا معنا في القناه اذا كنتوا كتزورونا لاول مره باش توصلوا معنا دائما بالجديد. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحه وراحه، والى اللقاء فيديو اخر.